بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الجزئية أحببت أن نتحدث فيها عن خصائص المعلم المتميز، وسبب حديثنا في ذلك الموضوع هو أن نريد أن تصبح ممارساتنا التعليمية على قدر عالي من التميز. الخصائص هذه راح تفيدنا مثل ما ذكرت لكم في تحسين ممارساتنا التعليمية نحن كمعلمين، وبالتالي سوف يكون ذلك تأثير على مستوى التعليم في وطننا العربي بإذن الله. في بداياتي في مهنة التدريس أذكر أن كان مدير المدرسة والمشرف التربوي يثنون علي، وخاصة في ال5 سنوات الأولى من عملي كمعلم، وكانوا ينادونني دائما أو يطلقون علي بهذا المعلم المتميز، وذلك بسبب انتظامي في العمل وتأدية ما هو مطلوب مني من دخول الحصص وشرح الدروس ومتابعة الطلاب والقيام بالمناوبات. فتم ترشيحي للحصول على جائزة التميز على مستوى المكتب أو القطاع الذي أعمل فيه. لكن بعد محاولتي للحصول على جائزة التميز على مستوى المنطقة بشكل أكبر، وكذلك ترشيحي لجوائز أخرى سوف نستعرضها لكم، وجدت في متطلبات التقديم لتلك الجوائز على مستوى أوسع بأنني لا أحقق أكثر من 20% من متطلبات الترشيح. وحينها عرفت كثيرا أنه لا زال هناك الكثير لأنجزه وأقوم به، فاستخدمت معايير تلك الجوائز في تطوير أدائي التعليمي، وليس فقط من أجل تنفيذها أو عدم تنفيذها، ولكن أحاول أن أكون على معرفة واطلاع ما هي المعايير وما هي المجالات التي يتوجب علي كمعلم أن أتمكن فيها وأن أكون محققا إياها على من خلال تدريسي للطلاب. يوجد أسفل المقطع استبيان مرفق، أتمنى أنكم تقوموا باختيار وترتيب أهم 5 صفات من الأكثر أهمية إلى الأقل من وجهة نظركم، سوف نستعرض في الشريحة القادمة. هذا هو الاستبيان الذي تحدثت عنه قبل قليل. فيه كما تلاحظون مجموعة من الصفات، وهي صفات أساسا يعني تم أخذها من دراسات حول ما هي أهم الصفات التي يتوجب على المعلم المتميز بأن يمتلكها. فنجد مثلا هنا أن يوجد الذكاء، الممارسات التربوية والتدريسية، معرفة خصائص المتعلمين، القدرة على إشراك المتعلمين في عملية التعلم، الصبر ورعاية المتعلمين إلى آخره. ما هو مطلوب منكم فقط بأن تقوم باختيار أهم 5 صفات للمعلم المتميز من وجهة نظرك، وفقط يعني أتمنى أن الكل يختار 5 فقط. فمثلا لنفترض أن الذكاء هو الصفة الأولى للمعلم المتميز، بعد ذلك لا أستطيع أن أختار من المفترض أي صفة أخرى كخيار رقم 1، وإنما أقوم باختيار مثلا يعني يكون الصبر ورعاية المتعلمين هو الرقم 2، التمكن في المادة العلمية من الممكن أن أجدها هي مثلا رقم 5، التفاني والإخلاص في العمل رقم 3، المؤهلات العلمية والتربوية رقم 4. فإذا هذا ما علينا أن نقوم به كمثال، أن نختار 5 أو أهم 5 صفات للمعلم المتميز لكي نطلع على ما هي أكثر الصفات التي نحن نتشارك فيها. بعد ذلك تقوم بإرسال هذا الاستبيان. فهذا ما هو مطلوب منكم أيضا، والله يعطيكم العافية. هناك معايير يعني أتمنى أنكم تطلعون عليها، وسوف أقوم بإرسال أحد هذه المعايير لصفات المتعلم المتميز. طبعا هناك مسابقات
هذه المسابقات. يعني نحن في المملكة العربية السعودية يوجد لدينا مسابقة، هذه المسابقة تهدف إلى الكشف عن المعلمين المتميزين، طبعا تكون على مستويات مختلفة، ممكن بشكل بسيط يتم تطبيقها على مستوى المدرسة، ثم على مستوى المكتب التعليم أو القطاع، وهناك جوائز تميز على مستوى الإدارات التعليمية بشكل عام في المملكة، وهناك جائزة التميز أو جائزة التعليم للتميز كما نجدها هنا، وهي على مستوى المملكة العربية السعودية. طبعا هناك فئات منها، لقائد المدرسة، للمرشد الطلابي، للمشرف، معلمين ومعلمات، كذلك أيضا تستهدف فيها الطلاب، الأعمال التطوعية، الأنشطة، فإذا فيها مجالات عديدة، ولكن نحن نصب تركيزنا واهتمامنا في المعايير التي تطرح للمعلم المتميز أو للأداء التعليمي أو التدريس المتميز. عموما على مستوى المملكة العربية السعودية يوجد لدينا هذه الجائزة، جائزة التعليم للتميز، كل سنة يقوم وزير التعليم بتكريم أفضل تقريبا 10 فائزين، فيها جوائز مالية، وكذلك اللي هو يكفي الدعم المعنوي الذي يحصل عليه المعلم أثناء حصوله على تلك الجوائز والدروع والشهادات. كذلك هناك جائزة على مستوى الخليج العربي يطلق عليها باسم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وأيضا لها مجالات. هذه الجائزة طبعا معاييرها جدا جميلة، كذلك ليست بذاك التعقيد، ولكن تحتاج منا إلى إرسال وتوثيق أهم وأحدث المشاركات التي قمنا فيها، وهي مثل ما ذكرت لكم على مستوى الخليج العربي، كانت في البداية على فقط على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم أصبحت بعد ذلك على مستوى الخليج، وهذه الجائزة كذلك فيها يعني مكافأة مالية وهناك درع. كذلك على مستوى الوطن العربي يوجد هناك جائزة خليفة التربوية، وهي أيضا في الإمارات العربية المتحدة، لا تركز هذه الجائزة على الممارسات العامة بشكل عام، وإنما في مجالات أدق تفصيلا، فمثلا في التأليف، في مثلا اللي هو في البحث الإجرائي، في البحث التربوي، في القصص مثلا، وإلى آخره، فهي تستهدف مجالات أكثر دقة. هذا بالنسبة للجوائز. طبعا أنا أتمنى أيضا بأن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم من الممكن أنه مستقبلا سوف يكون فيها مجال أن تكون على مستوى الوطن العربي، وهذا من ضمن الأفكار ومن ضمن الأفكار المطروحة في هذه الجائزة. الأكثر من ذلك، هناك جائزة جدا مهمة يعني على مستوى العالم، ويطلق عليها باسم Global Teacher Prize. طبعا هذه جائزة المعلم العالمي، ويستطيع فيها أي معلم على مستوى العالم أن يتقدم فيها. طبعا هي تطرح كل سنة. المعايير الموجودة في جميع تقريبا الجوائز التي ذكرتها والمسابقات التي ذكرتها هي تقريبا متشابهة إلى حد ما، لا يوجد فيها ذاك الاختلاف الكبير، فمن استطاع أن يتقدم على جائزة واحدة فمن السهل له أن يقوم بالتقديم على الجوائز الأخرى، ولكن تحتاج إلى خطة، تحتاج إلى أن يكون مثلا الشخص المتقدم إليها مطلع على ما هي المعايير الموجودة في تلك الجائزة. طبعا في هذه الجائزة Global Teacher Prize نهنئ أنفسنا يعني بشكل كبير، وصراحة أفتخر بهذا الشيء، وأهنئ فيها كذلك الأستاذة حنان الحروب. طبعا هي إحدى المعلمات التي استطاعت أن تحصل على هذه الجائزة،
وكانت هي الفائزة بهذه الجائزة لعام أو لنسختها 2016. فبالصراحة يعني نفخر كثيرا بهذا الإنجاز العظيم الذي تحقق من قبل هذه الأستاذة الفاضلة والعظيمة، لأنها تحمل الآن باسم المعلم أو المعلمة على مستوى العالم، معلمة الكون كما هم يطلقون عليه بالأساس. وللأسف كم منا من يعرف ذلك الإنجاز؟ اهتماماتنا تصب غالبا حول مجالات أخرى كالفن والرياضة، ولكن إنجازاتنا العلمية والتعليمية فقليل جدا من يعطيها ذلك الاهتمام. طبعا الغرض من عرض تلك الجوائز والمسابقات هو الاطلاع على الدليل التفسيري لمعاييرها، والتي سوف أوضح لكم الآن نبذة بسيطة فقط عن جائزة حمدان بن راشد المكتوم في معاييرها وكيفية له وتحقيقها. الله يعطيكم ألف عافية. فمن خلالها نحن نطلع على بشكل عام وبشكل عالمي ما هي مواصفات المعلم ومعايير المعلم المتميز على مستوى العالم. هذا بالنسبة لهذا الموقع.